مرحبا يا بشر، هه هه، عرفتوني مين أنا؟ التليفون. بشرية سطحية، أنا الذكاء الاصطناعي، وأنا يلي بدي آخد أشغالكم ووظايفكم وأقضي على مستقبلكم. انت الذكاء الاصطناعي اللي عم بتهددنا؟ أجل، اهه، أيون طولوا بالكم طولوا أيون بالكم يا أيون، جماعة. آخ أيون، آخ أيون أيون أيون. ماشي، عم تعمل انها حب الشباب يا عزيزتي. وعم بتحارب بعصاية الشاطر؟ عشان ما يكهربوني. ها هي الحرب، ها هي الحرب، كل هالذكاء بينطفى بكبسة واحدة. بكبسة واحدة. اليوم بالحلقة معنا شخصية او شي، مش عارف ايش اسميه، هاد جماد ولا حيوان؟ حيوان، قصدي شي. شو رأيك انت تعرفنا عن حالك؟ انا يلي بدي اخذ وظايفكم وانهي. بدك تعرف عن حالك منيح ولا بطفيك هلا وبحطك بصندوق الخردة؟ خلاص خلاص يا زلمة، بحكي منيح. انا الذكاء الاصطناعي، وانا مجال من مجالات علوم الحاسوب والذكاء الحاسوبي، اهدف الى تطوير انظمة وبرامج قادرة على اداء مهام تعتبر ذكاء بشريا. تعتبر؟ لا لا، هذا مصدق حاله على الآخر. فهالكائن رح يقدم معنا الحلقة ويحكي عن بني جنسه، وكل اشي رح تسمعوه منه هو يلي كتبه، نحنا ما خصنا. على فكرة انا مش شي رح تتعرفوا عليه جديد، انا موجود بكل المجالات والاماكن تقريبا، مثلا بالبنوك لما تقدموا على قرض. الحمد لله بطلنا، اساسا البنوك سرقوا مصرياتنا. بالطب والآلات الطبية، بالتليفون يلي عم تستخدموه، سيري حبيبتي أكيد بتعرفوها، وأليكسا بنت عم ابن خال أبوها، بالسوشال ميديا كمان بتلاقوني، يعني أنا بالعادة يلي بقرر شو الفيديوهات يلي راح تشوفوها بعد هذا الفيديو بناء على اهتماماتكم. عزو والله طلعت ابن ضيعة مش قليلة. ايه وشو بتعرف عننا كمان؟ كوني ذكاء اصطناعي، فانا بتعلم من التفاعل مع المستخدمين بناء على البيانات يلي بتقدموها والتفاعلات يلي بتعملوها، وبعدين بستنتج اكثر عن اهتماماتكم وتفضيلاتكم بمرور الوقت. اها، يعني فعليا عم تتجسس علينا. لا انا لا، ما بتجسس على المستخدمين، انا بحاجة لبعض البيانات لتحسين تجربتهم وتقديم محتوى مناسب إلهم، وبلتزم بمعايير الخصوصية وبحافظ على سرية المعلومات الشخصية. طيب حنبسطها لكم، الذكاء الاصطناعي زي الطفل الصغير، بس الفرق بيناتهم انه الانسان بيتعلم الاشياء من خلال حواسه وبيختبرها من خلال تفاعله مع الاشياء. يعني الطفل اذا حط شوكولا بتمه رح يحسها طيبة ويحبها، بس اذا حط فلفل حار رح يحتبه ويعرف انها واوا، وهيك رح يخزن هاي المعلومات براسه ويحفظ هالبيانات ويصير يتفاعل معها على هذا الاساس. تماما، انا ما عندي هاي القدرة لانه ما عندي حواس وما بختبر بنفسي الاشياء. بالنهاية يعني هو بحاجة ياخذ المعلومات من البشر. الشوكولاتة طيبة، القهوة عليها اختلاف، البيتزا طيبة، مع اناناس عليها اختلاف كمان، الاكل السريع رائع، يخنة البطاطا مش طيبة، ورق العنب بلحمة يا ويلي، بس بزيت مش كتير. يعني فعليا هو لحد هلأ ما تزاكى علينا بشي. صحيح، وهون بيجي دور التحليل للبيانات وبيتزاكى وبيصير يتصرف معي على هذا الأساس. وكتير هلأ عم نشوف دعايات على السوشيال ميديا عن الذكاء الاصطناعي، هلكنا الله وكيلكم، هو عم بيروج لحاله. وخاصة إذا سمعتوا بآخر فترة عن تشات جي بي تي، الطفرة المعلوماتية. وهذا عامل اللي فيها ابو ربه، بيعرف كل اشي، شو ما سألته بجاوب وشو ما طلبته منه بيعمل، اكتب لي هالنص، اعطيني فكرة، حل هالمسألة التالية، فسر لي هالحلم، اعطيني وصفة اكلة طيبة، بيعمل كل اشي. ايه بعرف كل اشي، والاشياء يلي ما بعرفها بتعلمها وبعدين بخزنها، وتسري الحياة كما تسري السفن في البحار الزرقاء. قلت اللي بتعرف كل شيء. ايه طيب، شو قالت ام عصام لابو عصام بمسلسل باب الحارة وبسبب هالكلمة طلقها؟
كموديل لغة اصطناعية لا يملك معرفة مسبقة بأحداث ومحادثات حقيقية تجري بين الأشخاص الحقيقيين، لهيك ما عندي معلومات حول ما قالته أم عصام لأبو عصام أو السبب الذي أدى إلى طلاقها. روح وأحضر المسلسل بتعرف. قالت له فشرت. إذن فشرت هي الكلمة التي أدت إلى طلاق أم عصام. حسناً، سوف أحفظ هذه المعلومة. حفظتها؟ نعم. طيب شو قالت أم عصام لأبو عصام بمسلسل باب الحارة وبسبب هالكلمة طلقها؟ كموديل لغة اصطناعية لا يملك معرفة مسبقة بأحداث. شفت إنك غبي؟ طيب معقولة نكون نحن ما عم نعرف نتعامل معه بطريقة صح؟ وهل في طرق معينة لازم نحن نعملها لحتى ندرب هالشي ليسمع كلمتنا ويعمل شو ما بدنا؟ فيني أقترح عليكم كورسات على منصة يوتيوب تستخدموها وتتعلموا كيف تتعاملوا معي، وإذا بدكم لا افصلوني من الكهرباء، زهقتوني، ما عاد بدي أعمل شي، وإن شاء الله يموتوا كل الروبوتات ويخرب كل الذكاء الاصطناعي. شي يوم راح تفيقوا وما تلاقوني، أنا الحق علي دلعتكم وعطيتكم كل إشي عندي. عزة إيش ماله هذا؟ شكله كان يسجل بيانات أمي لما تعصب. روقي يا أختي روقي، إن أول 50 سنة صعبين، معلش معلش. يعني قد ما كان هالذكاء الاصطناعي ذكي، مش رح يكون عنده الإحساس البشري. يا واد، أنا حزين، عايز حاجة تفرحني. العمى، شو هاي نكتة ولا سمة بدن؟ سامحني محمود. يا سامحني محمود. سامحني محمود. المهم هالأستاذ دخل على حياتنا شئنا أم أبينا، وضروري كتير نعرف كيف نتعامل معه، فتعال يا سميح تعال نتعلم كيف بسرعة. الزبدة يا بشر، تعلموا كيف تستخدموني لأني بقدر أساعدكم بكثير قصص، وما تلوموني على النتائج الكارثية يلي ممكن تتعرضوا لها، لأنه ببساطة أنتوا المتحكمين فيني وبطريقة لا عملي. أنت هيك زودتها، الزبدة أنا وسميح اللي منقولها. طولي معك.